أنا بس عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. أي فريق الملعب بتاعه هو اللي من حقه يحط أسعار التذاكر. النهارده نادي بيراميدز الحقيقة لما نزلت أسعار التذاكر تذكرتي ليس لها علاقة بالأمر. اللي بيحط أسعار التذاكر هو النادي. فالنهارده بيراميدز نزلت أسعار التذاكر نادي بيراميدز نزل أسعار التذاكر غالية. فأنا الحقيقة كان رسالتي للمسؤولين في نادي بيراميدز يعني الحياة مش ناقصة. الحياة مش ناقصة. إحنا عايزين نتفرج على ماتش حلو. عايزين نتفرج على مباراة من الناحية الفنية زي المباراة اللي فاتت. اتبسطنا وطلعنا شكرنا نادي بيراميدز وطلعنا قلنا نادي بيراميدز يعني من الأندية الكبيرة. هل حضراتكم فاكرين مثلا يعني أنا ما أعرفش الحقيقة من حق كل واحد ان هو يحط الرقم اللي هو عايزه، ولكن هل حضراتكم فاكرين ان جمهور الاهلي مش هيروح بالتذاكر او باسعار التذاكر اللي حضراتكم حاطينها؟ انا في حاجات صغيره كده الواحد بياخد باله منها، انا انا ما حد خد باله من هذه من هذا الامر ولا لا، انا شايف كذا حد كده كاتب على السوشيال ميديا، ولكن مثل هذه الامور امور بسيطه ولكن لازم على المسؤولين في نادي بيراميدز إنهم ياخدوا بالهم من مثل هذه الامور كده كده جمهور الاهلي هيروح وكده كده جمهور الاهلي هيشجع كل هيشجع النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز بهذه المباراه كمان لا يوم الاثنين اللي جاي ولكن في حاجات صغيره تخليك ايه وانت قاعد على الرغم يعني من ان مثلا لو حضراتكم شايفين الفتره اللي فاتت في قناه النادي الاهلي الكل بيسلك مسلك الاداره واللي هو الطبيعي وهو احترام الكل احترام كل الانديه احترام كل الاسماء اللي موجوده في كل الانديه كلهم على راسنا وكلهم اصدقائنا واخواتنا ولكن في حاجات بسيطه كده ارجو ارجو ان هم يكونوا او ياخدوا بالهم من هذا الامر كده كده جمهور الاهلي والله انا متاكد حضراتكم هتشوفوا حضرتك بتحط تذكرتك اغلى من اي تذكره تانية ب 50 او ب 70 او ب 100 جنيه انت حر ده انا بتكلم هنا على تذكره الدرجه الثانيه والثالثه ماشي انت حر طبعا وكل حاجه ولكن هل تفتكر ان جمهور الاهلي مش هيروح مثلا يعني ان شاء الله ألف متفرج موجودين يوم المباراه ان شاء الله وهنشوف وان شاء الله تطلع مباراه تليق باسم الكبيرين نادي الاهلي ونادي بيراميدز انت بتقول الكابرين اه نادي بيراميدز اصبح فريق كبير نادي بيراميدز اصبح من الفرق اللي او من فريق بينافس النادي الاهلي على آه بطوله الدوري وبالمناسبه مش عارف الكلام ده ممكن بس انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي جمهور واعي وجهه نظري انا كنت زعلان جدا 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 على آه رمضان صبحي بعيدا عن أي حاجة، أنا هنا بتكلم آه كواحد اتقال عليه إن هو واخد منشطات. الكلمة دي صعبة أوي يا جماعة، صعبة جدا. أنا كنت مبسوط النهاردة أو امبارح بالليل لما شفت آه إقرار لجنة لجنة المنشطات بإن رمضان آه رمضان صبحي أصبح آه غير موقوف. هتقولي مبسوط هقول مبسوط والله جدا كمان. لأنه مهما كان رمضان لعيب كوره. بعيدا عن أهلي وبعيدا عن بيراميدز وبعيدا عن أي حاجة. لعيب الكرة لما ما بيكونش عامل حاجة. وتطلع عليه مثل هذه الأسم... مثل هذه الأخبار ويتوقف صدقوني بيبقى بيموت من جواه. بيبقى بيتقطع من جواه. فأنا واحد من الناس من الأهلاوية اللي سعيد باظهار الحق اولا على فكره ده راي شخصي ليس له علاقه باي حاجه ده راي رايي انا الشخصي بما اني كنت بتكلم على بيراميدز واسعار التذاكر فحبيت ان انا اتكلم عن رمضان صبحي وبراءه رمضان صبحي الحقيقه اللي انا بشوفها حاجه جميله جدا بالنسبه لرمضان وإن شاء الله يعني رمضان يرجع الفتره اللي جايه بعد بعد يوم الاثنين ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الاثنين ونقدر نكسب وان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بالدوري العام المصري انا بس حبيت ان انا اتكلم في نقطه التذاكر دي لانها نقطه مخلياني متضايق وانا قاعد بقى يعني انا النهارده برضو كل ما الواحد يجي يتكلم على مباراه الاهلي وبيراميدز عايزين نتكلم فني وعايزين نتكلم كذا وعايزين نتكلم من كذا تلاقي حاجه تطلع كده يعني تزعلنا شويه ولكن جمهور النادي الاهلي قدها وقدود ان شاء الله 15 الف متفرج أو, او لو هي دي الساعه يعني على ما <applause> على ما اتذكر لو هي دي الساعه الرسميه 15 15 الف متفرج ان شاء الله ان شاء الله يكونوا موجودين يوم الاثنين القادم وانا ما اعرفش هل من الممكن ان يكون هناك تغيير لاسعار التذاكر ولا لا عندنا وقت النهارده الاربع في خميس وجمعه وسبت وحد ما اعرفش هل بقى لانه التذاكر نزلت على على السيستم على تذكرتي فهل ممكن يتم تغيير الـ الـ اسعار التذاكر اتمنى ان ده يحصل من نادي بيراميدز ومن المسؤولين في نادي بيراميدز وتبقى بادره احترام كبيره جدا جدا لجمهور النادي الاهلي ده حاجة كل اللي انا بقوله ده حاجات شخصيه اتمنى ان هي تحصل اتمنى ان هي تحصل في ظل ان احنا ماشيين او اداره هنا بقى هتكلم عن اداره النادي الاهلي ماشيه في اتجاه الاحترام والود المتبادل ما بين الجميع